ياء، بلد بحرف الياء. يوغوسلافيا. يوغوسلافيا. يا سلام يا سارة. استناد العمر على المستند عايز يقول حياتك. لا ستوب. دال، جماد بحرف الدال. دلو. دفتر. دلو. انت قلت دلو بس في حد قال حاجه قبل كده؟ انا قلت دلو. انا الاول ماشي. لا انا قلت الاول. بقول لك ايه انا الثلاثه قلتهم مع بعض يا استاذ. ماشي خلاص فعلا. هي عامله واجب. لا عامله واجب. ماشي بعد هنا بقى هتعزمني على جيم. ماشي. يعني هدي النقطه لمين؟ هديها لكم انتوا الثلاثه. لا انتوا الثلاثه تمام. انا قلت انا كمان. انتوا الثلاثه ما فيهاش فاين. مش لازم حد واحد. يعني اثنين ساره. لا يعني واحد اثنين. شفت انا كرامتك ازاي؟ ماشي. نبقى فيه ستوب. اكله بحرف الضاد. ظبي. ظبي اسمها كده؟ هتاخد ظبي؟ ايوه تصدق؟ تنفع صح. اثنين واحد. صح. هو ظبي غزال فاحنا هنعتبر انه يعني انا هتعتبر. ماشي هنحسبها نقطة. ماشي يا مهاب. اوكي. اثنين واحد صفر صفر. انا بحب التنافس. انا بقول لك ايه ظبي ماشي. خلي بالك ستوب. اغنيه بحرف الباء. بحبك يا حبيبي بقى اي حاجه بس نقطه يعني. ايه ده بقى؟ بحبك موت. ما انا قلت في الاول بحبك. لا هو قال في مليون اغنيه بحبك. بحبك موت. هو اللي بحبك حبيبي ده. لا انا قلت اغنيه بحبك. ايوه اللي هي انهي واحده بتحبها؟ بقى بحبك باستمرار. بحبك طول العمر. اطلع بنقطه. حرام عليك يا اخي. حرام. شكرا جدا. طيب عليك. غناها كده. بحبه. ده انا اللي هيتحكم عليا. كانت 3 شهور فقط. ماشي. اوكي. ستوب. غين. اسم بنت. غسان. غادة واجابه صحيحه شهير. برافو. بس كنت تستني هسه. هي بتستني. اللي بعديه. ستوب. عين. اسم بلد. عمان. عمان. عمان واجابه صحيحه. الحمد لله. الحمد لله يا عبد العزيز. الحمد لله. الحمد لله. اللي بعده. ستوب. مغني. رامز جلال. رامز جلال. مغني. انت الاثنين قلت رامي صبري صح؟ رامي صبري اثنين يعني. انت كده ثلاثة واثنين. يا لهوي. صح؟ المهم ما بيبقاش اخر حاجة. ثلاثة اثنين. اعلى سكور دلوقتي مع شاهين. واقل سكور هنا. زيزو قال بس انا اتفطر هنا. لا بس خدوا بالكم هو فنان يعني اغنية ومغني. فنان. ماشي. اللي بعد. انا سخنت. ستوب. اسم مغنية. روبي. روبي واجابه صحيحه. رولا. هو قال رولا برضه. رولا ايه؟ اسمها رولا بس. لا ما قالش حاجه. والله قال رولا. اللي هي كانت بتغني مع صباح زمان. رولا سعد. رولا سعد هي ما كانتش بتغني مع صباح. هي غنت اغنيه لصباح. مع صباح طلعت معاه في الفيديو كليب. برافو. ايوه. ده انت بقى ايه ده؟ ده استاذ. بس برضه هو اللي اخذ النقطه. ده انا زيزو والله مش ليا. زيزو هيضحك عليا. خليك في القلب. زيزو بقول لك ايه يعني شغل دماغك شويه. بركز اهو والله ثانيه. ستوب. شين. ها. جماد. شباك. شجرة. شباك. وإجابة صحيحة. وأنا قلت شجرة. يا صبري. فيري كلوز. قال شباك الأول. أيوة الشجرة ما بتتحركش. أيوة بس نبات. بس نبات. من مملكة النبات. ستوب. جيم. نبات. جمبري. جميز. ينفع جميز شجرة الجميز. لا يا جماعة. أيوة أنت قلت بس هو قال الأول جميز. في بقى جرجير. في مليون حاجة. جميز. ما أنا قلت لها هو اللي قال الأول. هتقول أكلة فأقول جمبري. أنا هو اللي قال. هي قاعدة في النص وبتحكم. هو اللي قال. أنا السر كله عندي كلامك. ستوب. ذال.
هو اسم الفيلم ذئاب تاكل ايه ده؟ ايه الجامد ده؟ ده انا قلت بقى انا ما لا يمكن افتكر عملت كومباك رهيب رهيب جدا بمنتهى الهدوء جاي من زيرو لاربعه بجد. ايه ده اللي بعده؟ ستوب صاد صبا معلش. طب والله لا اديلك نقطه يا صبا. برافو. ماشي ماشي يعني تمام. صبا اخر حرف معانا. اخر حرف معانا ستوب الف احمد. اكله ارنب. ساره فرنبيه. ساره احنا كده كام يا جماعه؟ 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 بالظبط. هما الاثنين ايه ده الثلاثه يحكموا هنا؟ ايوه هما قالوا لك كده في الكنترول؟ هما قالوا لي كده اهو. قالوا لي انتوا هنا ثلاثات وانتوا اثنينات. طب ما تراجعوا نفسكم يا جماعه ممكن تكونوا غلطانين ولا حاجه. بس انتوا قبل ما تحكموا عليهم انا عندي بس سؤال. في لحظه انت بتفتكر في المسلسل بيقلب في صور كده مصطفى بيفتكر شريف اخوه اللي هو محمد شاهين بيفتكر فراج وكان في صور وانتوا صغيرين دي اي اي ولا دي صور حقيقيه؟ لا صور حقيقيه ومن عندي انا من عارفه الهارد القديم بتاع زمان. طلعت الهارد القديم وطلعت صور بتجمعنا كلنا واصحابنا كتير يعني. بس قعدت ادور على الصور اللي بيني وبين فراج شكلنا زي القمر زي ما انت شايفه كده. كنت امور جدا كمان. ده في الايه في الالفينات؟ ده في دريم بارك. الله في رمضان بنروح دريم بارك وزي ما انت شايفه كده. ده في انهي مرحله في الحياه يعني؟ والله العظيم متشردين جدا. لا قول لي في انهي مرحله يعني؟ ده واحنا في الجامعه. هو انتوا كنتوا تعرفوا بعض من زمان كده؟ من واحنا في الجامعه بنعرف بعض. ايوه ده عيد ميلاد حد. فقعدت ادور يعني على الصور وبعدين لقيت فيه ثلاث صور اللي هو ممكن متوظفه جدا 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 تحفه. دلوقتي هتحكموا على ابطال المسلسل بايه؟ البطلين. ايوه لا بس اديهم دايركشن. هم دلوقتي براحتهم يجي حد يقول لهم براحتهم ممكن يعملوا حاجات. هم احرار على فكره. انتوا تخلصوا مع بعض مش دعوه. بس مهاب بصيف المهاب انا مش دعوه. حد ممثل انا بيتلذذ صاحب الفكره يقول اللي قلبك اللي الفكره نعمل حاجه مع بعض يعني. ما انتوا تعملوا حاجه مع بعض. انت تالنتد. طب غنوا بقى خلاص. ماشي نغني. غني يلا صوتنا واحد عشان نغني. لا انتوا كده انتوا كده بتحكموا علينا احنا. انتوا بتحكموا علينا احنا يا مهاب. مهاب صبا وشاهين هيغنوا لنا ازاي؟ شيء صعب بس ده شيء حلو جدا. انا هغني اغنيه بحبك يا حبيبي. الف مين دي؟ اصلا عشان تلاقي اغنيه هم الاثنين حافظينها. طب مين هيختار لنا الاغنيه؟ ثانيه ممكن الاغنيه بتاعت تامر وشيرين اللي هي بتاعت بجد اللي بتاعت كده بحبك برضه. عايزه بحبك. الله استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. طب انت جودي بما عندك جودي اهو بس وايام بعدك تضحك اكتر منك مره ونص بحبك. الله بموت انا في الحاجه دي. غنى ورقص وكله دول يعني ابدعوا والله.